شفت تالا، ما حتكوني الوحيدة المحصنة ذا الأسبوع، فالتحدي اللي بيستناكم بكرة هو تحدي ثنائيات، بس ما حديكم تفاصيل إضافية. اختاري شريكك في الثنائي لو سمحتي. أوتوماتيكياً هيدا الحدان أخذ الحصانة هيك بلا ما يعمل شيء. وايد صعب. أنا ما عندي استراتيجية، بس يعني أنا مو غبي، يعني مو بختار أحد من أقوى الناس. سمر، طالعت في سمر حسيتها مرة انصدمت وما أعرف ليش انصدمت. أنا أريد أشوف كم أنا شنو أقدر أسوي، ما أريد مساعدة. كنت أبي أعطيها ثقة. الثنائي المؤلف من شيف تالا وشيف سمر هو في أمان في تحدي بكرة. شيف تالا، امتيازك لسه عم تكمل. تفضلي بتقسيم الشيفس العشر متبقيين على 5 ثنائيات. هاي أخذ امتياز. أوه ماي جاد. آخ ما أقدر. منتمنيش تكون في محلها جم. بليز لا تكرهوني. أول ثنائي؟ عفيفي وسما. لما قالت عفيفي صراحة انبسط، نقدر نتفهم مع بعض. شيف محمد، شيف عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز عندها دم برد، وانا عندي دم حار. عبد الرحمن وماجده. شايفه التفاهم بيناتنا. باقي ثنائيين. وايد صعب. انا تمنيت ما تحطناش مع الشيف داغر، حتى نتفاهم شنو هو. داغر كان الشخص اللي صعب احطه ويا اي احد. داكر وداغر. شيف فيصل ويا شيف جمانه. كان ودي اكون مع داكر، بالنسبه لي انا ارتاح مع الشغل معه. أحد دي الثنائيات الخمسة هيغادرنا في نهاية التحدي بكرة، اللي حتجتهدوا عشان تعرفوا تفاصيله. حظ موفق للجميع. إذا أدائهم هو اللي طلعهم مو غلطتي أنا. طب كيف نعرف التحدي؟ وش يعني اجتهدوا؟ اليوم فقنا بكري بكري برشا. خدنا سيارة الجي إم سي ورايحين على مطبخ توب شيف نشوف شنو ناطرنا. صباحو يا ناس. أول ما وصلنا لقينا الباب مقفول ومتشمع كده بطريقة غريبة وعليه ظرف. هذا الطلب شوف. يلا خليه طلع، يلا طلع. ظرف مختوم بشمع أحمر، قاعد نفكر شنو هالتحدي اللي بينا. خريطة لبنان. فتحناها خارطة عودة. خارطة لبنان. بحر. درس جغرافيا اليوم ولا ايش؟ في هنا دائرة اسمها بحيرة القرعون. عبد العزيز حط لك علامة حمراء. يمكن نحطها الحين بالجي بي اس ونطلع على هناك. شغلنا الجي بي اسات، حطينا بحيرة القرعون وانطلقنا إلى بحيرة القرعون. تحدينا أحس بشي حاجة صعبة. أنا أحس شيء صعب بس فاد. جيتك حسنة. أمس قالت شف منى إنه حتشغل مخكم. نبغي المفاجآت أنا، هي كلها مفاجآت. حاجة جديدة، تغيير الجو، زي ما راحوا المغامرة تجميل السفر. هاي شباب قربنا نوصل ولا ايه؟ ما زال بعيد جدا. يعني نروح فوق الجبال نشوف المدينه تبعد وتبعد، غيرت الاجواء صارت احلى واحلى. نزلنا من الجبل من الناحيه الثانيه وانكشفت لنا بحيره جدا كبيره وجميله. في اشجار، في مناطق زراعيه كثيره. ليك الزلمه احلاها. ما حب الطبيعه والحشرات والحيوانات واي شيء يتحرك. انبسطنا بالمشوار، نسينا شناطرنا. وصلنا على الاحداثيات على ضفاف البحيره، نزلنا من السياره وبعدين نطلع يمين يسار، ما في اي شيء يدل على انه هنا في تحدي. مكيس مطبخ، كان حجر وماء وشجر. شنو ندير هنا؟ وصلنا البحيره، مكيس مطبخ، شنو ندير هنا؟ فكرنا انه يمكن احنا قرينا الاحداثيات غلط، انه مو هنا التحدي، في شيء غلط سويناه. الين شفنا جي ام سي سودا جايه من بعيد، فعرفنا انه احداثياتنا صح. فقط احنا في انتظار نمسك خيوط القضيه عشان نعرف ايش ينتظرنا من تحدي. الا نشوفنا شيف منى. صباح الخير شيف. صباح الخير. كيف كان المشوار؟ حلو. أهلاً وسهلاً فيكم على ضفاف بحيرة الأرعون. أنا متأكد أنكم ما نمتوا كويس بانتظار معرفة تفاصيل التحدي اللي بيستناكم. ولكن المفاجأة شنو يفهم؟ لأول مرة في توب شيف ما حكون أنا اللي حديكم إياها. إذا شيف منى ما بتعطينا، من بيعطينا تفاصيل؟ فزي ما قلت لكم أمس، أنتوا اللي حتجتهدوا عشان تعرفوا دي المعلومات. شلون؟ قدامكم 3 مراحل
لجمع 3 أدلة عشان تكشف لكم المطلوب منكم. لا أخ، كونوا فعالين وسريعين بجمع الأدلة للوصول لمرحلة الطهي، ولا تنسوا إنه 2 منكم محصنين و2 حيغادرونا. ما فكرتش واش غنخرج ولا ما غنخرش، فكرت غير شنو هما المراحل اللي غندوزها. جاهزين لجمع الأدلة؟ جاهزين. بديت التفت يمين شمال، لقيت ورا لوحة مكتوب الدليل رقم 1، فعرفت إنه هنا الانطلاق.